الكوسه بنص جنيه وبجنيه، والبتنجان الرومي ب 3 جنيه، والبتنجان الابيض ب 3 و4، والكوسه بنص جنيه ومحدش راضي ياخدها. يعني مفيش الكوسه النظيفه بجنيه وبرضه مفيش حد راضي ياخدها، والبتنجان الابيض يعني فيه ب 3 وفيه ب 4، الخيار بنص جنيه الكيلو، والطماطم هي الحاجه الوحيده اللي غاليه بطريقه غريبه جدا، 200 جنيه ل 250 جنيه العدايه. ثالث يوم العيد ما عرفتش اعمل حلقه ليها معنى، سوق غريب جدا. الباميه الويكا ب 15 والباميه البنات الصغيره ب 30 35، قلت ازيع لكم حلقه كنت مصورها قبل كده. أربعة جنيه عشانك انت. ثلاثة ونص. لا ثلاثة ونص. ثلاثة جنيه ترى. مية ونص. كم واحدة؟ مين؟ فلفل جاك. فلفل رومي. الله يسهلك يا أحمد. يلا يا عم صباح الفل، ربنا يعينك يا عم منصور. البتنجان الرومي عامل كام النهارده يا عم منصور؟ البتنجان الرومي من 2 جنيه لحد 4 ونص. ما شاء الله. والفلفل الرومي عامل ايه؟ الفلفل الرومي من 8 ل 3 جنيه ل 5 جنيه، كل مش كل حسب الجوده. لسه انضف حاجه ب 8. والفلفل الشطه يا عم منصور؟ الشطه ب 8 جنيه ولحد 10 جنيه. 7 ل 10. ما شاء الله. هسيبك يا عم منصور عشان تشوف بس انت ايه اللي بعد ايه واجي لك. ربنا يجعل فيه احسن منه. شكرا. ما زلنا اعزائي المشاهدين على قناه السوق الحره في عنبر 8 محل 236، ومعانا المعلم بكر عبد الصبور. طبعا كلها معلم، هناخد من وقتك دقيقه. معلش معلش يا معلم. بعدين سلام عليكم. ماشي. الكوسه طبعا الكوسه عامله كام النهارده يا عم بكر؟ الكوسه من 4 جنيه لحد 2 جنيه جنيه ونص. كويس. هي مسكت سعر شويه عن امبارح. اه نضيفه ب 4 جنيه. اه ما شاء الله. ما شاء الله. الفلفل ده شطه حامي حامي. الفلفل الحامي ده درجات. اه في درجات اقل ب 10 جنيه وب 9 جنيه. اه اللي عليه الكاميرا ده بكام يا؟ ب 10 جنيه. ده ب 10. ده زيه ولا درجه اقل شويه؟ هو هو. كويس. وحضرتك ده درجه حامي اكتر شويه. ده؟ 20 جنيه. ده ب 20 جوده اعلى. كويس. بيفرق عن الاخضر في حاجه؟ لا ده حامي، ده حريف. اه ده الحريف. ده الحريف. ده الحريف. لكن حضرتك قلت لي ان ده الاسباني. ده اسباني احمر بارد. ما بيبقاش منه. لا بياخده برضه بتاع المطعم وبيحط له شطه سوداني وبيبقى حامي معاه. يعني بس بياخده للفرد. ياخده للفرد. ده اخضر حامي. الاخضر الحامي ده اخضر حامي برضه. بكام الكيلو منه؟ ده ب 11 جنيه. ب 11 جنيه. من 7 جنيه ل 11 جنيه. من 7 الجوده. من 7 ل 11. من 7 جنيه ل 11 جنيه. البتنجان الاخضر عامل كام النهارده؟ البتنجان الرومي؟ الاخضر. الرومي انا شفته مع عبد الكوان. الاخضر ما عندكش النهارده. الفنجان الابيض عامل كام النهارده يا عم رشاد؟ النهارده عامل 10 جنيه. ما شاء الله. والرومي عامل ايه؟ الرومي حاطط ب 4 جنيه وب 3 ونص. بتقول ايه شادد؟ لا حاطط يعني ده وهذا. حاطط يعني الجو. والفلفل التوب؟ الفلفل التوب من 5 جنيه ل 7 جنيه على حسب الدوله بتاعته. القلقاس كان عامل ايه النهارده؟ القلقاس ب 5 جنيه المؤشر وب 4 جنيه اللي هو في 3 ونص. البصل الجديد والقديم اخباره ما عملش شرط؟ لا ما عندكش ال على البصل. تمام. شكرا يا عم. شكرا. انا كنت عايز اخد رايك عم بكر في الكوسه. الثلاث اربع ايام اللي فات سعرها اتغير، يعني عيني وبعدين رجعت نزلت تاني. اول ما الجو يحرر شويه خلاص الكوسه بتبقى الطالع بتاعها يوم بيومين. اليوم بيومين.
تبتدي يعني تطرح اكتر. تبتدي تطرح على الغد وانتاج على الغد كل يوم. يبقى كده العرض العرض بيزيد ويبقى المنتج بيزيد في السوق. والكوسه والخيار. الكوسه والخيار. الكوسه ده زرع يا عم بكر. زرع من شيء طوران وشرقيه. جيزه جيزه و جيزه وشرقيه. طيب اسمح لي انا هنهي الحلقه النهارده معاك هنا لان في ناس بتنادي عليك. وان شاء الله برضو ايه نبقى نتقابل بعد العيد. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا عم بكر. شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين بتنتهي حلقه اليوم من انبر 8 محل 236. كان معانا الحاج عبد التواب وعم رشاد الوحش والحاج عبد الصبور. شكرا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.